نكمل اخبار نكمل الاهلي. اخبارنا. احمد، فريق الاهلي النهارده دلوقتي بيتدرب على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر استعدادا طبعا لمباراه الجونه بكره في الاسبوع ال 22 من الدوري. زي ما بنقول لحضراتكم دايما اللعيبه اجروا مصحه طبيه جديده امبارح كالعاده قبل اي مباراه بيومين، وده طبعا البروتوكول المتبع في الدوري لكل الانديه. فايلر بيعلن قائمه فريقه النهارده بعد انتهاء التدريب. عشان تفاصيل اكتر نروح لمراسلنا من التتش كريم احمد. كريم، برحب بيك في برنامج السادسة. مساء الخير. مساء الخير عليك زميلتي سارة، ومساء الخير على زميلي أحمد، ومساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي. انقل لنا كده الأجواء النهاردة في التدريب يا كريم. انا عايز اكد طبعا في البدايه لزميلي احمد ان رسالتك وصلت للعيبه، ورساله كل جمهور النادي الاهلي وصلت لكل اللعيبه. الفتره اللي جايه محتاجه تكاتف بشكل كبير جدا، يعني احنا عارفين وعي جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي مقدره بشكل كبير جدا، يعني الحاله اللي فيها الجمهور، لان جمهور النادي الاهلي زي ما بناكد ونقول جمهور النادي الاهلي طماع وعايز العدد يزيد وعايز الاداء في كل مباراه وعايز نتيجه في كل مباراه. والحقيقه لعيبه النادي الاهلي خدت عهد على نفسها بشكل كبير جدا، اللعيبه جمعت بعضها النهارده كمان قبل انطلاق المران، الكل اتكلم عن اهميه المرحله اللي جايه ان شاء الله تكون انطلاقه جيده جدا فريق النادي الاهلي اداء ونتيجه من مباراه الجونه، اللي جمهور النادي الاهلي في كل مباراه بيحفز اللعيبه وبيساند اللعيبه، فاكيد اللعيبه ما بتزعلش من الانتقادات لان هو ده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كبير وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لكل فريق النادي الاهلي. يمكن باكد واقول النهارده يمكن خلاص اقدر اقول ان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هنا على ملعب مختار التتش بينتهي، بدا 5:30. مستر ريني فايلر النهارده ركز بشكل كبير جدا على الضربات الثابته للكروسات، التمركزات بعض اللعيبه في خط الظهر وفي خط الهجوم، بعض يمكن السلبيات اللي وقعنا فيها في مباراه الزمالك اكد عليها واشتغل عليها النهارده بشكل كبير. النهارده يمكن التدريب بشكل عام كان تكتيك لمستر فايلر ايضا كمان والجهاز الفني. الامور ان شاء الله زميلي احمد زميلتي ساره تكون ماشيه بشكل طيب لفريق النادي الاهلي، وانطلاقه تكون اكثر من رائعه ان شاء الله في مباراه الجونه. عايز اتكلم على اكثر من نقطه سريعه طبعا فضل. صالح جمعه يمكن اتاكدنا خلاص ان هو يكون خارج القائمه، بيتم تجهيزه للمرحله القادمه. التزامه واصراره الفتره اللي فاتت ده اللي يمكن خلى الجهاز الفني بشكل كبير ان هو يعيد حساباته، وان شاء الله باذن الله بقى مع مباراه المصري نشوفه في هذه القائمه. وليد سليمان يعني بنقول له الف سلام عليك، الاشعه ويمكن الكدمه قويه، عنده صعوبه في التنفس شويه لان يمكن الكدمه مأثره كمان على القفص الصدري عنده، ده اللي اكد عليه طبيب للنادي الاهلي، هيغيب يمكن 4 لـ5 ايام على ان يعود ان شاء الله خلال الايام القادمه. حسين الشحات كمان يعني في خلال 4 5 ايام هيكون متواجد لعمل المسحه الطبيه، ومنها ان شاء الله يشارك من جديد في التدريبات الخاصه ويواصل كمان التاهيل بتاع الفتره القادمه ان شاء الله. محتاجين كل اللعيبه الفتره القادمه تكون مع فريق النادي الاهلي. النقطه الاخيره كمان وهي المسحه الطبيه، اتاكدنا من الجهاز الطبي المسحه الطبيه خلاص كانت طلعت سلبيه لفريق النادي الاهلي، يعني بنتمنى بقى الفتره اللي جايه خلاص نقفل الصفحه كلها ونبص للقادم، القادم يكون افضل للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او ايضا كمان في البطوله الافريقيه باذن الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي. كريم، تطمنا سريعا كده على موقف اللعيبه المصابه، يعني موقف المصابين في النادي الاهلي، مين منهم بيتاهل، مين منهم هيرجع التمرين قريب، نعرف منك كده يعني اخر التطورات. يعني هبدا معاك بمحمد محمود، يعني محمد محمود خلاص نقدر نقول في المرحله الاخيره من التاهيل، يعني نقدر نقول اقل من 3 اسابيع، يعني اقل من 3 اسابيع ان شاء الله ويعود من جديد يشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. اكدت لك طبعا على حسين الشحات 5 ايام ثم يعود لمسحه الكورونا، وهينتظر طبعا النتيجه ان شاء الله تطلع سلبيه ويشارك من جديد في التدريبات او الجزء التاهيلي للتدريب، وتدريجيا ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه. احمد الشيخ يمكن النهارده يمكن ظهر بشكل مميز جدا، كان عدنه كدمه في الكاحل اطمنا عليه النهارده، هيكون متواجد باذن الله في القائمه. محمود متولي طبعا بقى اللي بنتمنى له الشفاء ان شاء الله، يمكن هي فتره طويله هيغيب عننا محمد محمود، لكن كل اللعيبه الحمد لله كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا. هي الاصابات قلت يعني بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بقى ربنا يبعد الاصابات عن فريق النادي الاهلي الفتره القادمه. محتاجين جهود كل اللعيبه باذن الله خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله تكتمل الصفوف. هدفنا كبير جدا هي البطوله الافريقيه على مباراه الوداد ان شاء الله، صفوف النادي الاهلي تكون مكتمله بشكل كبير باذن الله. ان شاء الله عندنا وقت وعندنا فرصه. بشكرك زميل عزيز كريم احمد من ملعب التتش، بشكرك على التغطية المتميزة لمران النادي الأهلي النهاردة.